وللمزيد حول الأوضاع في القاهرة معنا من ميدان التحرير موفد روسيا اليوم، إلى هناك أشرف الصباغ. أشرف، ما الجديد لديك في الميدان وما حصيلة القتلى وخاصة في السويس؟ في الواقع كمال، أبدأ من ميدان التحرير الذي يشبه الآن ساحة قتال بعد الحرب، فتقريبا كل مخلفات الحرب التي دارت خلال الساعتين الأخيرتين تشبه فعلا ساحة الحرب، ووقع هجوم مفاجئ من قوات الأمن وبدأ إطلاق قنابل الغاز على الميدان حتى أن نصفه خلى تماما من المعتصمين والمتظاهرين وتوجهوا جميعا نحو ميدان عبد المنعم رياض وناحية المتحف المصري، والآن عادوا وهناك سحابة من الغاز إلى الآن تغطي ميدان التحرير تماما. الشوارع المحيطة بميدان التحرير والمتفرعة منه مليئة بالغاز أكثر بكثير من ميدان التحرير الآن، لأن الهواء حمل الغاز وذهب به إلى الشوارع المحيطة. هذا هو ميدان التحرير، وتم إبلاغي منذ قليل قبل أن نبدأ معا كمال من القائمين على المركز الإعلامي هنا، وهو بساحة تم اقتطاعها من ميدان التحرير وسيبدأ عليها مكتب أو مركز إعلامي للميدان أو لشباب الميدان تحديدا. اتصلوا وقالوا أن المستشفى الميداني مكتظ ومكدس بالمصابين سواء من السيدات أو الرجال ومن الشباب، وبالتالي بدأوا ينقلون المصابين إلى هذا المركز الإعلامية. نعم. هذا هو ميدان التحرير، بينما على بعد حوالي 600 متر أو 700 متر في مبنى مسبيرو هناك تقريبا محيط مبنى مسبيرو يشتعل، هناك الإطارات المشتعلة، هناك الحرائق، هناك من يطلق قنابل الغاز من داخل مبنى مسبيرو نفسه على المتظاهرين، بينما أيضا كمال مدينة السويس. نعم. وهو المشهد الذي لم يتكرر منذ العدوان الثلاثي على مدينة السويس، المدينة تشتعل بالفعل، هناك مباني حكومية تشتعل، هناك مبنى أعتقد المجلس المحلي أو مبنى المحافظة في السويس مشتعل بالنيران، هناك قتلى يصل عددهم إلى 6 حالات وربما أكثر، هناك اشتباه في حالة قتل في الإسكندرية، عدد المصابين قد يصل إلى 700 أو 800 وليس 380 كما تقول وزارة الصحة، لأنه هنا بعد هجوم ميدان التحرير كان هناك العشرات والأعداد التي تفوق 100 سواء في المستشفيات الميدانية أو في الخيام أو في المركز الإعلامي تحت الإنشاء في ميدان التحرير. هناك بعض الأماكن في محافظات وسط الدلتا هناك تبادل لإطلاق الرصاص بالفعل بين المتظاهرين وبين قوات الأمن. المراقبون كمال يتحدثون عن أنه تم تصدير المشكلة بين الشعب وبين الأجهزة الأمنية، ولا أحد في المشهد السياسي أو المشهد الميداني سواء مكتب الإرشاد أو الرئاسة أو الحكومة، لا أحد في المشهد سوى قوات الأمن والمتظاهرين من جانب أو الشعب من جانب، والآن يتم تصدير المشكلة. والخوف وفقا للمراقبين أن يخرج الإخوان غدا أو تخرج الحكومة غدا أو يخرج الرئيس غدا ليقول أن ليس لنا شأن بما حدث، وهم بالفعل ليس لهم شأن لأنهم غير متواجدين على الإطلاق اليوم في هذه الصورة. مبنى مسبيرو كمال هو مبنى حيوي، وهناك بالفعل معارك حقيقية تدور حوله، بينما السويس وأكرر مدينة السويس تحترق، وهو مشهد لم يتكرر حتى في احتجاجات 2011 في الثورة الأولى. وبالتالي المشهد الآن في مصر يتجه نحو شكل من أشكال المواجهات العنيفة والتي قد يتم إلقاء التهم بسببها على. طيب، كل هذه الاشتباكات، أنت الآن موجود في ميدان التحرير، إلى متى سوف يستمر هذا الاعتصام وهذه التظاهرات في الميدان؟ هناك توقعات كمال، هناك توقعات بأن يتم إخلاء ميدان التحرير في ساعات الليل اليوم وبشكل عنيف جدا.
ولكن هناك مسيرات خرجت من ميدان التحرير وتوجهت نحو قصر الاتحادية ونحو مسبيرو، وهناك محاولات لخروج مسيرة لحصار مجلس الشورى ومجلس الوزراء، ولكن الأمن مكثف في هذه المنطقة الأخيرة، وبالتالي كمال من الصعب أن نتحدث عن استمرار المظاهرات بشكلها الحالي في ميدان التحرير، ولكنها قد تتخذ أشكالا أخرى. هذه أشكرك. الأشكال تتلخص في البيانات التي يتم توزيعها في اليومين الآخرين وتدعو إلى احتلال الأماكن والمؤسسات الحكومية وبدء عمل منظم سواء ضد قوات الأمن أو ضد أي قوات أخرى. يعني هي الدعوة لعصيان مدني. أشكرك جزيل الشكر من ميدان التحرير في القاهرة مفاد روسيا اليوم. إلى هناك أشرف الصباغ، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.